طب اقول لكم حاجه وانا صادقه واوريكم، انا هطلع انا وفريق 90 دقيقه وادوني الاوفرز ده وانا هطلع افريقيا واعمل الاتفاقات. انا حاسه اني ان عندي طاقه، عايزه اجري، عايزه احل، عايزه احل مشاكل المواطن اللي انا منه، مواطن الشعب اللي انا منه وزيه. صدقوني الفقير بيعاني والغني بيعاني لانه كله بقى عنده نقص. انت بتدفع وبتصرف وهو بيدفع وبيصرف. نرجع تاني لافريقيا. انتوا عارفين ان افريقيا عبارة عن تورته كبيرة، انا بشوفها تورته، واحنا على فكرة يعني انا شايفة او حاسة وممكن اكون غلطانة غايبين عنها. يعني انا شفت تقرير بالصدفة الحقيقة، يعني اصبت بالفزع انه حجم استيراد دول افريقيا من العالم